باسل الى حبيب جعفر. حبيب جعفر يلعب كرة. احمد راضي وجول. هذا الهدف يعد من أعظم الأهداف اللي سجلها أحمد راضي، حير المحللين والعلماء. يا جماعة شلون سجل هذا الهدف؟ نكرر وشوفها وراح نحللها بهدوء. النتيجة الآن هدفين للعراق مقابل لا شيء لمنتخب قطر. مرة أخرى نشاهد ضربة رأس رائعة من أحمد راضي. يعني صدق من قال الساحر، يعني كرة انتهت، يعني حتى الحارس تركها، راحت الكرة. المعلق تفاجئ، شوف المساحة القليلة والبسيطة جدا وشلون لعب على الجهة الميتة. شوف يعني بالملم بالسانتيم أي حركة خطأ هذه الكرة ما تسجل هدف. شوف شوف خط انتهت بعد، وشوف استقامة اللاعب شلون تغير. شوف الميلان، لو مو هذا الميلان واندفاع اللاعب للأمام جسمه بهذه الطريقة ويلعب بالكرة بجانب رأسه بهذه الطريقة، يعني يا جماعة بمنتهى الدقة أي حركة خطأ كان هذه الكرة ما تكون هدف. انطلاقته، ارتقائه، شوف 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 شوف، والله روعة، من أعظم الأهداف اللي سجلها أحمد راضي.